السلام عليكم، كدير اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، تكون ان شاء الله كان بخير ولا بخير ولا خير. اللي مازال ما شافش الفيديو ديال البارح غير قاف حرف علامه الاي الفوق هنا، يدخل يتفرج فيه باش يكمل هذا الفيديو. هذا اللي بغينا نعرفوا ان اللي باش خرج اليوم في داري بوكريشا، كيف ما كتعرفوا قناه اسره مغربيه، يعني خرج بواحد الاوديو مؤخرا هو والابنه ديالو، يعني ابنه ديال سعاد، خرج بواحد الاوديو اللي كيتهمها بشي حوايج اللي هما، بغيت نقول بان هذاك الاوديو اللي خرج بهم انهم كانوا قدام ماشي جداد، كانوا قدام وعاد خرج بهم مؤخرا. وهذا الشيء كامل علاش؟ لان سعاد غلباتهم، لان سعاد زمتاتهم كما كنقولوا حنا المغاربه. في جميع الاحوال سعاد كتبقى ام ديال دوك البنيتات. وكيف ما كنعرفوا ان السريعه الحلم ديالها انها تكون ام، هذا هو الحلم ديال كل مراه مغربيه، ولكن ما عرفاتش انها دارت واحد الغلط اللي هو كبير، انها فدات واحد الاسره، واحد العائله اللي شتت ليها الشمل ديالها، وواحد الاسره ديال واحد البنات طالعين انهم يعني كيف ما كتشوفوا كيخرجوا مع الاب ديالهم بواحد ما عمري ما شفت الام البنت ضد الام ديالها. والاوديو اللي خرج من بوكريشا كاين شي يقول لك انه كان مسرب، وكان بغيت غير نفهم دابا انا ابو كريشا، ما بغيتش نوصفك بشي حاجه وحده اخرى، فين باغي توصل؟ ما بغيتش تفهم لي انا فين باغي توصل، ان البنات كرهتيهم في الام ديالهم على حسب الفكر ديالي ان سعاد باغي انت تدخل الحبس باي طريقه. علاش هادشي كامل؟ علاش واحد الام طلقتيها وتزوج شي مره وحده اخرى واخد ليها البنات ديالها، وعلاش كتهددها بهذه الطريقه هذه؟ علاش نديرو حنا زعما هاد سعاد هذه انها فاسده وانها انسانه ما مزياناش كدير اي حاجه؟ واجب هذا، علاش رديتيها النهار الاول؟ علاش؟ هذه هي النقطه الوحيده انا ما بغاش تفهم ليا انا، علاش راده ملي تفرقتي معها المره الاولى؟ علاش رديتيها؟ ياك هي خايبه وفاعله وتاركه وتدير وكتفعل، ما بغيتش نسمي الاشياء بالمسميات ديالها لانه قال شي حوايج اللي ما خصهمش يتقالوا. علاش راده من الاول؟ علاش حتى دابا عاد ولات هي ما مزياناش؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عرفناش واش هادشي فيلم ولا هادشي بصح، لان واحد السيده كتضربها بشي حوايج انها ما كديرهمش وكتقول انها هي كديرهم، هادي تا هي فيها عقوبه، كتهم واحد السيده بريئه ما دايره حتى شي حاجه، كتهم بواحد التهم اللي هي نخرجوا لها ديريكس، كتهمها بالفساد. وهاد النقطه هادي نبغي انها ترفع واحد الدعوه، ضروري ما غديرها، غترفع واحد الدعوه ديال السب والقذف بالاشياء اللي ما كايناش. هي كانت خرجت بواحد اللايف قالت لهم تعنقني وتبوسني لا حتى ترجعني، قالت لي يسحبني انا هي السريعه، ولكن اجي بلاتي هذاك الفيديو اللي حطيتيه علاش قطعتي منه؟ مقطع منه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الطرف مقطعين منه. أيه شدات لايف وقطعت منه بزاف ديال الطرف ديالو وحطات داكشي اللي بغات. كيف ما داروا الزروالي، شدوا اللايف ديالو وقطعوا داكشي اللي بغاو وخلاو داكشي اللي بغاو، ولا هو ما مزيانش. هاد النقطه هادي الاغلبيه انا كيستعملوها، وتا هي استعملات هاد الطريقه هادي باش تردها هي اللي خايبه، لان الواحد قبل ما يسمع وقبل ما يشوف وقبل ما يشوف الهضره اللي كتقال
خاصو يشوف المصدر ديالها الاولاني، لان المصدر الاول هو الصحيح. راه ساهل الحاجه بانك عندكم مثال، بحال مثلا انا كنقول واحد الهضره فواحد الشخص، هي كنجبدو كيجيو هما كيحلو لي الطريف، واحد الطريف اللي غيكون مزيان باش يخليو الحاجه الخايبه، كتولي انا هضر فيه في الخايب. هذاك الشيء اللي جرى ليها هي ملي قالت لي انه كيجي يشد حدا الباب وكيبغي يعنقني وتيبغي يبوسني، كيسحب ليه انا هي السريعه. شوفوا دابا الامثله كيفاش ولاو كيضربوا، يعني الواحد انه غيب في الغيبه ديالو ما تجبديهش، هضري على راسك. علاش زعما ديك، علاش زعما علاش هذيك كتجبديها؟ هاد النقطه هذه اللي فينا احنا المغاربه فينا خايبه. صافي تفكوا، السلام عليكم. مابقايش جبدي شخص واحد اخر. كيف ما قلت لكم في الاول انهم عفوا انهم استعانوا بواحد الاوديو، هذاك الاوديو قالوا انه هو اللي غيطيح سعاد، ان احنا غنشدوه غندفعوه للمحكمه وغيولي فيها قضيه وغنوكلوا محامي وغندخلوها للحبس وغنديروا ليها وغنفعلوا ليها. هذاك الاوديو اللي غتستعن به، ان هذاك الاوديو انه قديم وقديم بزاف، عاد جبتوه دابا. علاش زعما عاد حتى لهاد الفتره هذه هذاك الاوديو عاد جبد، وان البعض منكم الاكثريه فيكم يكون سمعوا وشافوا، اللي شاف الفيديو غيكون سمع الاوديو. انا ما يمكنش ليا نبيع الاوديو هنايا، حيت عارفين حقوق حقوق ما حقوق، جايبانا شي ضريبه من عندهم. علاش داك الاوديو عاد بان؟ عاد بان اليوم هذاك الاوديو. علاش بان؟ راه هذه هي النقطه الوحيده اللي ما كتبغيش تفهم العيش، ما بغيت نفهم انا، ما بغاش تفهم ليا. علاش هذا الاوديو هذا ما تجبدش شحال هذه؟ هيكون قال ان سعاد مسكينه، واحد الانسانه مسكينه اللي هبيله وما عارفاش وما ضناش، نخليوها حتى ندخلوها وندفعوا ليها داك الاوديو ونجرجروها ونديروا ليها. راه كيدير بحال الطريقه، كيبقى يدير بحال هكا، ونفعلوا ليها ونفعلوا ليها ونفعلوا ليها. فين باغي توصل؟ وعباد الله والمفهوم والو والو. حتى شي فيديو حتى شي فيديو في القناه ما مفيد بحتى شي حاجه، ديما حاضي غير هي هذه هي هي انت هي بزاف. قلب قلب على الجديد، قلب على شي حاجه جديده، الحاجه اللي تستفد منها بنادم، الحاجه اللي نفهموها. دير شي فلوق، دير شي حاجه بعد منا. علاش زعما فيما الدور كتعطيها؟ علاش راه واقفين من موراها الرجال؟ هاد النقطه خصك تفهمها، واقفين من موراها الرجال. ودير اللي درتي، دفع داك الاوديو، دفع دير اللي درتي حتى المحكمة. انت قاعد دفعتي المحكمة وبلاتي، ممشي دابا انت ما مشيتي بعيد، عاد يلا خرجتي من مشكلة ديال خوك. دابا الحالة ديال ديك الفتاة اللي تم هذاك الشيء، ما بغيتش نقوله انا باش الفيديو ما يتحسبش. فين باغي توصلوا؟ البرهان باين، البرهان باين من الاول ديالو. كاين واحد المثال تيقول راه خرج من الدار مايل، قال لي راه طاح في الطريق. قال له علاش؟ قال له راه خرج من الدار مايل. هذه هي ديالكم نتوما. حاجه وحده، حاجه وحده، انت مريح في الطوموبيل ياك، شكون حداك؟ حداك بنتك وبنتها. واحد النقطه هنا، النقطه الوعي، الوعي ما كاينش، شي الوعي ما كاينش. انك مخدم الاوديو قدام البنت ديالك والبنت ديالها، بان باش تقول لها زعما مك خارج الطريق ديال هاد النقطه. شنو باغي توصل ليها هاد النقطه؟ انا ما عمري ما فهمت شي حاجه، ان واحد حداه بنته وكيسمع اوديو فيه الام ديالها شي حوايج خايبين، ما عندها حتى شي معنى، والله ما عندها شي معنى. كلا كنتي بوحدك ماشي مشكل، سمع الاوديو، ولكن راه البنت الصغير، البنت راه حداك، بنتها وبنتك راه حداك.
شنو زعما باغي تكرهها فمها اكثر ما هي كرهاها؟ وما نسوش واحد الحوايج اخرين، ان البنت براسها خرجت بواحد الفيديو كتقول انها الام ديالها كتمارس مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان. هذه زعما بنتها، هذه بنتها القريبه ليها، بنتها القريبه ليها كتقول فيها هذا الكلام هذا. وهذوك الناس اللي كتقول اللي كتضرب اللي كتقول ان امهم كانت معاهم وهذه بحال هكا، انهم جاوا باش يساعدوها، جاوا من مشكل ديالي ما بغيش نذكر السميات، جاوا من برا هنا يكون كلشي عارف شكون، جاوا من برا باش يوقفوا معاها ويساعدوها. علاش؟ لقات الخير في البراني وما لقاتوش في بنتها. بنتها بنتها اللي بنتها اللي بحال اللي من اللي من دم واحد ما لقاتش فيها الخير. بغيت نفهم هاد الجيل اللي طالع فين باغي نوصلو؟ فين؟ تقولك حق با حرشني، هذيك راه الام ديالك، راه الجنه تحت اقدام الامهات. راه هاد النقطه بزاف ديال الشباب ناسينو. خصنا ديما نجيو من جهه الحق، ما نجيوش جهه الظلم. ماشي حيت باك هذاك، هذيك راه امك. واحد النقطه اللي بغى يوصل اللي بغى يوصل ليها السداري بوكريشه هو انها مجوجه به وانها كتمارس الدعاره مع الناس اخرين. فين فين ما فهمتش فين باغي توصل هاد الكلمه هادي. انا بغيت نعرف النقطه اللي بغى يوصل اللي بغى يوصل ليها السداري بوكريشه. هادي الوحيده اللي انا ما بغاش تفهم ليا. انا غنتبعوا في هاد الفيديوهات كاملين وغنوصل للنقطه اللي بغى يوصل ليها معاها. فين بغى يوصلها؟ واش باغي يدخلها للحبس؟ باغي يكرهها في ولادها؟ اصلا كرهوها بسببه هو، كرهوها حتى واحد ما بقى كيبغيها. شوفوا هي مؤخرا اليوم بنتها البنت ديالو والبنت ديالها خرجت معاها في الفيديو، يعني ملي واخا انها ما تكلماتش انفوا بقات حداه عارفه قابله. نقولوا شنو زعما هضرات قالت شي هضره وحيده في المونتاج؟ ما يمكنش. او حتى هي راه عندها القناه ديالها غتخرج بالتصريح ديالها. لهذا كنبغي ديما ان الواحد انه يمشي مع الحق، الواحد يمشي مع الحق ما يمشيش مع الباطل. وما بني عن باطل فهو باطل، لان الحق هو اللي كيدوم. وانتم غتشوفوا النتيجه الاخيره ديال 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 اسره مغربيه فين غيوصلوا في النقطه الاخيره. ما دابا مازالين غاديين، ولكن غنشوفوا بوان فينار شنو غادي يكون في الاخر. وكيف ما قال المحكمه هي اللي غتجيب الاخبار ديال هذا الشيء كامل، لان حتى شي حاجه ما كتعلى على القانون المغربي. وفي داك اللايف كانت تقول لي انا ما غطلعش بيا الطوندونس بالتعناق والبوسان كيف ما كنتي كدير مع السريعه بين البلاد. يعني الواحد اللي بغى يطلع خصو يبين للجمهور انه باين كل شيء، تيعنق ويبوس باش بنادم يدخل يتفرج ويشوف. فين باغي توصل؟ ها انت نديرو مثلا بلاتي ها انت دابا وصلتي، ها انت دابا تشهرتي، طلعتي القمه كاع، كلشي كيتكلم عليك، ما خليتيش شي واحد ما تكلمش عليك، وقلتيها بالفم ديالك، قلتي انا كلشي ولا كيتكلم عليا. شنو صورتي باش طلعتي بالفضائح؟ صافي فلانه حاضي غير هما، حاضي اللي في جنبك، فهمتي؟ حاضي غير اللي في جنبك. جبد مواضيع تكون جميله، تكون زوينه. شكون اللي غادي يهضر عليك ديك الساعه؟ حتى واحد ما غادي يهضر عليك. هي باينه من اللي غيشوف هذا الفيديو هذا السيد غادي يولي الواني صفار وحمار وخضار. ولكن مازال الجديد، مازال شي حوايج باقي بالميكات ديالو، قريب ان شاء الله غادي تحطو شي حاجه باقا بالسلوفان ديالها في القريب العاجل. غيتحطوا ان شاء الله في القناه، وتكونوا نتوما ان شاء الله اول وحدين غادي يشوفوا هذا الشيء كامل
ديال سداري بوكريشه. بغيت غير نعرف شكون اللي سمى عليه سداري بوكريشه، اللي عارفه يخليها ليا في التعاليق لانها جات طبق الاصل. وانا ماشي كنجي منها ولا كنجي منه، انا كنجي من الحق. الشي هي الظلمه غنجي منه هو. هذه النقطه اللي هنا واحد الفكره اخرى، كاين اللي كاين كل واحد غادي مع اتجاه، غادي مع اتجاه واحد، يا اما غادي مع السريعه، يا اما غادي مع السداري بوكريشه، يا اما غادي مع سعاد، يا اما انا لا، انا كنجي من الحق. تنشوف الفيديوهات وكنبغي نوازن ما بين هذا وهذا، كل واحد ياخذ حقه. واحد النقطه لا راه هما نقاط ماشي غير نقطه، علاش داير داك الاوديو، علاش داير عليه فيديو؟ شدو وديه للبوليس وقول لهم السيده مراتي كتخونني، سمعوا الاوديو، سمعوا هذه. ولكن اللي خفتي منه شنو؟ اللي خفتي منه، اللي خفتي منه في اللايف، هي غتشتهز اللايف كامل وغديه للبوليس، وغتولي ماشي غير في الخيانه، غتولي شي حوايج كثار منها. راه هو فكر مزيان في هذه النقطه هذه، عليها ما داش البوليس. وانتم حضيو في المستقبل، الغداء، السيمانه الجايه، ما غيديهش للبوليس، حيت الا داه للبوليس حتى هي عندها الدليل وعندها الدلائل باش انها تدخلوا الحبيب بيس. هذه النقطه هذه كاين بزاف اللي باقي غلط فيها. السريعة اش كدير لي دابا؟ كتشدو كتوكلو الملحة تا كيشحف مزيان وكتحيد ليه الماء. علاش؟ حيت ما غيقدش يشرب الماء، ما غيلقاهش. هي اللي كاين في الواقع دابا حاليا، واخا دير له اللي دارت ما غيرفع لا شكاية لا دعوة لا حتى شي حاجة. علاش؟ حيت شاد عليه حوايج كتار، شادهم عليه، راه كانت مراتو، شاد عليه بزاف ديال الحوايج. يعني نتوما غير بينو وبينكم، مثلا انا شي واحد شاد عليا شي حاجه وبيدي ندير فيه اللي بغيت، ولكن داكشي اللي شادو عليا انا يمكن له يدخلني به لشي حوايج اللي ما غنخرجش منهم. راه هادي هي القصه. يعني كل ما كان شاد عليه شي حاجه، يي كل ما خرج في فيديو كره داوم نيشان خيانه الزوجيه، نيشان فيها تشد وحقه معاها، ولكن ما يقدش يديرها. والمشكل انه كيحرض عليها الاولاد ديالها. هادشي اللي بغيت تفهم ليا انا، الاولاد اش دخلهم؟ وهنا كنتمنى عندي واحد الطلب، كنتمنى ان سعاد تشد واحد المحامي، اللي هو محامي او محاميه اللي يكونوا يعني شادين القضيه مزيان، محامي اللي يكونوا صحاح، محامي او محامي يكونوا صحاح ويضربوا يد من الحديد، يضربوا بيد من الحديد. حتى هو غيدير محامي وهي غدير محامي، وفي الاخر الحق هو اللي غيربح. حنا عارفين واخا كيكون الحق، ولكن كاين القانون المغربي، القانون النزيه، النزاهه والشفافيه. وهنا غنعرفوا شكون مع شكون، شكون الظالم وشكون المظلوم، شكون اللي داير وشكون اللي ما دايرش. وبهنا ما كنظنش انها غتكون نهايه القصه، لا لا لا، مازال السلسله طويله. هادو فاتوا سامحيني، لكنتو كتعقلوا على طوب موديل، هادو فاتوه، هادو فاتو نزار السبيتي وندى حاسي، فاتوهم. كاين ديما الجديد، فين عمركم الشو؟ أسرة مغربية ما حطش فيديو كل نهار، الله يجعلو طيب لكم غا الطاجين. الله قلت ليكم والله يجعلو طيب لكم غي الطاجين وغيحط لكم فيديو كل نهار. حتى راه المعلم راه فلوس كتدخل صحيحة، كتدخل فلوس 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 صحيحة كتدخل. انا ما حفظتهمش، الله يزيدهم والله يكمل عليهم بالخير. غير هي واحد النقطه
ما بغيناش هاد المشاكل الزوجيه العائليه الاسريه انها تخرج للعلان بحال دابا انا كنهضر عليها وحده اخرى تيهضر عليها وحده اخرى تيهضر عليها. هاد النقطه شي شويه قاصحه لان عارفين حنا مغاربه عز علينا فضائح بحال هكا كنا كنتبعوه. لهذا نتمنوا هاد الاسره المغربيه ماشي غنقول لكم غتجمع لان ما عم صراحه ما عمرها غتجمع غتبقى ديما كي بحال هكا ديما غتبقى بحال هاد الطريقه هادي. ونبغيو حنا الحق اللي يربح في الاخر وانا ان شاء الله معاكم يوميا كل نهار فيديو تنشوفوا فين غتوصل هاد القضيه هادي.